السلام عليكم. بعد النجاح المبهر الذي عرفته الألعاب المتوسطية بوهران، ما هو الموعد يتجدد مع البطولة العربية للسباحة في طبعتها الخامسة، حيث أن المركب بهد في ميلود سيعرف هذه البطولة التي بدأت هذه الصبيحة بمشاركة 12 دولة عربية وفي غياب الجارة نتاع الغرب، وهذا ما بين 24 و 24 جويلية الحالي. إذن البطولة هذه ستدوم 4 أيام. والسلام عليكم.